بشروط حاسمة فرض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مطالبه بهدف إنهاء الحرب في أوكرانيا، وهدد بتغييرها حال رفضها من كييف وحلفائها الغربيين وفق حسابات الميدان. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رفع سقف شروطه لإرساء السلام في الجارة أوكرانيا. تقدم شروط انسحاب القوات الأوكرانية من كامل أراضي لوغانسك ودونيسك وزابوريجيا وخيرسون والاعتراف بأنها أقاليم روسية على غرار شبه جزيرة القرم. مقترح الرئيس الروسي تضمن إعلان الحياد العسكري إضافة إلى موافقة أوكرانيا لتكون دولة منزوعة السلاح مع منع نشر أي قوات أو معدات عسكرية في البلاد. وبمجرد أن تعلن كييف الاستعداد للانسحاب تقدم أوكرانيا إخطاراً رسمياً بالتخلي عن خطة الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي والتحالفات الغربية، بالإضافة إلى إلغاء كل العقوبات المفروضة على موسكو. بوتين طالب كييف بضمان حقوق وحريات ومصالح المواطنين الناطقين بالروسية في أوكرانيا عبر اتفاقيات دولية. عرض الرئيس الروسي التعجيزي يتم تحديثه وفق التطورات الميدانية لجيشه في أراضي الحملة العسكرية، وفي حال رفضه منذ البداية فستختلف شروط بدء المفاوضات في المستقبل. شروط روسية تعني لأوكرانيا هزيمة وتنازلا عن سيادتها، على حد تعبير مستشار الرئيس الأوكراني قاطعا الطريق على وجود إمكانية من أجل التوصل إلى حل وسط بناء على ما اقترحه بوتين. قال الجيش الأوكراني إن روسيا شنت هجوما جويا على كييف، كما أوضحت الإدارة العسكرية الأوكرانية أن معظم مناطق وسط وشرق أوكرانيا شهدت تحذيرات من الغارات الجوية. تواصل روسيا تقدمها السريع شرق أوكرانيا، حيث قالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها سيطرت على قريتين أخريين. وأفادت الوزارة الروسية بأن القريتين التي تمت السيطرة عليهما هما ماكسيميفكا وأنتونيفكا. من جهة أخرى ذكر الجيش الأوكراني أنه يخوض قتالا حول القريتين بالقطاع الشرقي لخطة المواجهة الذي يمتد لمسافة 1000 كيلومتر، ولكنه لم يعترف بسقوط أي منهما تحت سيطرة الروس. ولمزيد من التفاصيل تنضم إلينا من موسكو مراسلة الشرق ديالا الخليلي. أهلا بك ديالا. ديالا، روسيا تواصل تقدمها السريع في شرق أوكرانيا، ما هي أبرز التطورات في هذا الشأن؟ نعم، أهلا سامية. بالفعل اليوم بحسب الرواية الرسمية لوزارة الدفاع الروسية، فالجيش الروسي خلال الساعات 24 الماضية بعد أن سيطر أمس على قريتين، اليوم يسيطر على بلدة جديدة في جمهورية دونيتسك ويواصل زحفه غربا نحو محور باكروفسك، حيث يجري الحديث خلال الأشهر الأخيرة كثيرا عن هذه البلدة التي تعد مركزا لوجستيا مهما للجانب الأوكراني. فالجيش الروسي واصل تقدمه خلال الأيام الماضية، الكثير من السيطرة على بلدات عديدة من في جمهورية دونيتسك بالأخص، إضافة إلى بلدة واحدة في مقاطعة خاركوف. لكن الجيش الروسي ويعني متابعة للتصريحات الرسمية وتصريحات العسكريين التي تصدر على مواقع التواصل الاجتماعي، فهناك زحف سريع للقوات الروسية، خاصة وأن سبق هذه التصريحات تصريحات من الداخل في جمهورية دونيتسك بأن القوات الروسية ربما خلال الأشهر القليلة المقبلة ستفرض سيطرتها على كامل جمهورية دونيتسك، وهو ما يعني من بين نقاط تحقيق أهداف العملية العسكرية بأن يتم طرد القوات الأوكرانية بشكل كامل من جميع أنحاء جمهورية دونيتسك. كذلك الجيش الروسي يواصل استهداف المستودعات، المطارات العسكرية، كل مكان يعتبرها الجيش الروسي خطرا لهذه المناطق الأربعة التي انضمت منذ عامين إلى روسيا، فيواصل تدمير هذه المعدات التي تقوم الدول الغربية بإيصالها. المعارك الأكثر بحسب الجانب الروسي هي على محور دونيتسك، خاركوف ومقاطعة سومي كذلك، خاصة وأن الجانب الروسي يواصل محاولاته لإبعاد القوات الأوكرانية أكثر عن الحدود الروسية، حيث أن القوات الأوكرانية تقوم باستهداف مقاطعة بيلغراد الروسية الحدودية المتاخمة لأوكرانيا يوميا
يوميا بالقذائف إلى جانب المسيرات، لكن العمليات التي تجري في مقاطعة خاركوف بحسب الجانب الروسي هي محاولات لإبعاد القوات الأوكرانية من استهداف المناطق الروسية الحدودية، إضافة إلى تواصل العمليات القتالية في مقاطعة كورسك أيضا الروسية الحدودية لدحر القوات الأوكرانية التي توغلت في هذه المقاطعة الروسية منذ 6 أغسطس الماضي. لكن بحسب التصريحات الرسمية السياسية بأن جميع الأهداف التي وضعتها موسكو خلال ما تسميه بالعملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا سيتم تحقيقها، نظرا إذا كان هناك يعني تغييرات في على الساحة الدولية خاصة بعد انتخاب الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب، خاصة أنه كثر الحديث بأن ربما مع قدوم ترامب إلى السلطة في البيت الأبيض سيتم هناك تخفيف حدة الصراع الأوكراني للتوجه أكثر إلى المفاوضات، لكن الجانب الروسي يؤكد بأن مصالحه الوطنية هي الأولوية في جميع المفاوضات. في حال تم تنفيذ جميع حتى اللحظة جميع البنود التي وضعتها روسيا أو الشروط التي وضعتها روسيا فربما ستتوجه إلى المفاوضات، لكن طيب بتحدثك يعني عن العملية العسكرية كما تسميها موسكو متواصلة. نعم بتحدثك عن المفاوضات وعن أيضا التصريحات الروسية، يعني دعينا نتطرق قليلا إلى تصريحات سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرجي شويغو حول الحرب في أوكرانيا، وأنه قال أنه هناك الغرب أمام خيارين، إما تدمير أوكرانيا أو الاعتراف بالوضع الحالي. هل لديك أي تفاصيل عن هذه التصريحات؟ ما الدلالات التي تضعنا أمامها؟ نعم، يعني كما أنهيت الجواب الأول كان يعني الكثير من الأحاديث هنا في الداخل، كثير الناس يعتقدون بأن مع قدوم ترامب إلى السلطة في الولايات المتحدة سيكون هناك مفاوضات. هو تحدث مرارا بأنه سينهي الحرب الأوكرانية، لكن روسيا وضعت شروطها وحتى اللحظة هي تقول بأنها لن تتخلى عن هذه الشروط. مؤخرا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد بأن الدول الغربية استخدمت أوكرانيا لإنشاء أو لخلق خطر لأمن روسيا، وأن مواصلة التمويل العسكري والمالي لأوكرانيا سيواصل أمد هذا الصراع. وسيرجي شويغو سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي اليوم أكد بأن على مدى السنوات أو الأشهر الماضية كان الغرب كان يستخدم أوكرانيا كأداة لإلحاق هزيمة استراتيجية على حد قوله لروسيا، وأنه فشل في هذا الأمر. هو أشار بأن هناك خيارين، يعني هم يضعهم قدام الخيارين، إما أن يكون الغرب سيواصل تمويل أوكرانيا وهذا سيطيل أمد الصراع الأوكراني، أو التفاوض، لكن التفاوض بشروط روسية. فروسيا بحسب المسؤولين أجمعهم يتحدثون بأن يجب الاعتراف بهذه المناطق الأربعة التي بحسب الجانب الروسي أعربت عن رغبتها في عام 2022 بأنها لا تريد البقاء ضمن سيادة أوكرانيا بل تريد أن تعيش ضمن سيادة روسيا، خاصة أن يعني بالتوازي مع هذا روسيا مع تواصل الأعمال القتالية في هذه المقاطعات هي أيضا تقوم باستثمارات كثيرة في هذه المناطق. شكرا جزيلا لك مراسلة الشرق ديالا الخليلي، كنت معنا من موسكو، شكرا لك.